كيف تقرأ مؤتمر الوطني للشباب؟ اتفضل. انا عايز اقول لك بس يعني جزء من المقدمه اللي انت قلتيه مهم جدا، فكره ازاي المؤتمر ده مختلف عن العصور السابقه. الرئيس عبد الناصر مثلا ليه 3 أو 4 خطابات للاتحاد الاشتراكي كان بيتكلم فيهم عن الشباب. الرئيس السادات كان بيقابل شباب الجامعات. الرئيس مبارك كان بيقابل شباب الجامعات لحد 2002، وكان بعد كده بيقابل شباب الحزب الوطني بس. دي اول مناسبه بيتم فيها تجميع شباب البلد كله في حته واحده. يعني شباب الاحزاب السياسيه، شباب البرنامج الرئاسي، شباب المحافظات، شباب الجامعات، شباب الجمعيات الاهليه. فدي اول رساله، دي بمثابه تقدري تقولي كده جمعيه عموميه للشعب المصري مصغره. الرئيس والحكومه بتطرح عليهم السياسات اللي عملوها، بيسمعوا وجهه النظر والاراء والتعقيبات، بياخدوها الاراء الكويسه والافكار بيطبقوها ويجوا المره الجايه يعرضوها. فدي اول فكره محوريه. الفكره الثانيه ان المؤتمر الوطني للشباب دي اليه مش موجوده في العالم كله. دي اليه اختراع مصري اصيل. والحقيقه معظم الوفود اللي بتيجي تقابل وزير الشباب او حتى بتيجي تقابل رئاسه الجمهوريه بتثير الخبره دي، وانتوا ازاي بتعملوا كده، واليه للدمج خاصه من الدول الافريقيه. الحاجه الثالثه، الرئيس في كل مؤتمر بيضيف معاني جديده. في المؤتمر الاخير المعنى فكره ان انت بتكرمي الشباب اللي قدر يتحدى ظروفه، اللي قدر يتحدى الصعاب، سواء في صوره مريم او في صوره الشاب ياسين. وفي المؤتمر اللي فات نفتكر منى السيد اللي هي فتاه اللي كانت بتجر العربيه، وقبلها تكريم بطل مصر في تنس الطاوله للمعاقين. ففكره ان اي حد بيعمل تحدي ومش كسلان وبيشتغل، الرئيس بيكرمه والرئيس بيخليه قاعد جنبه في الصفوف الاولى. ودي مش بس لفته نظريه ان قاعد جنب الرئيس او جنب المسؤولين، دي فكره لكل المسؤولين وكل واحد في جميع مواقع العمل والانتاج، ادفعوا بالشباب للمقدمه، اعتمدوا عليهم، استثمروا في جهودهم، استثمروا في طاقتهم. فدي كده مجموعه من الرسائل العامه على المؤتمرات. مؤتمر الاسكندريه الحقيقه كان فيه حاجات كتير مختلفه. الحاجه الاولى توقيت انعقاده. المؤتمر بينعقد بعد 23 يوليو بعد الثوره، بينعقد يوم قبل 26 يوليو اللي هي ذكرى التفويض، وفكره ان الرئيس اتكلم على محاربه الارهاب وتفويض شعبي. فالمؤتمر بينعقد بين ذكريتين مهمتين جدا. حاجه ثانيه بينعقد في اسكندريه اللي هي المدينه اللي بتمثل اشعاع ثقافي للبحر الابيض المتوسط، وبتخضع حاليا لجهود كبيره من التطوير تحت قياده رئيسها الجديد. والحقيقه المؤتمر ده ضاف حاجه مش موجوده قبل كده. اسال ورئيس يجيب موجود قبل كده في المؤتمر اللي فات. لكن اضاف فكره الاشتباك المباشر مع القضايا الحيويه اللي هي قضيه الدوله الفاشله. يعني النهارده فعلا الجلسه هتكون عن الدوله الفاشله، الاليات والحلول كمان. يعني في النهارده في مفاهيم الدوله الفاشله، في اليات مواجهه الدوله الفاشله. كل مره كان بيتم التلميح على الدول بتفشل ازاي، زي بتتكلمي مثلا على ليبيا، على جزء في اليمن، على العراق في فتره زمنيه معينه. صحيح. المره دي انت بقى بتشتبكي بصوره مباشره ومخصصه حوالي 3 ساعات تكلمي عن المفهوم، وعشان الشاب يبقى عارف الدولة الفاشلة ليه، الدولة بتفشل ايه، عوامل فشل هذه الدولة، ومن ثم مفاهيم، ومن ثم ان يكون في حلول مطروحة. يعني ان الدولة بتحط الاطار النظري او النظرية جنب الممارسة، النظرية جنب التطبيق. مش بتقول له بس احنا بنعمل حاجات ايجابية، لكن بنقول له الدول اللي حوالينا بتفشل ازاي. طب هي ليه الدول بتفشل؟ يعني الدول بتفشل لأربع أسباب رئيسية. أول حاجة ما تبقاش قادرة على الوفاء باحتياجات المواطن الأساسية. الحاجة التانية ما تبقاش قادرة تعمل تنمية اقتصادية مستدامة يبقى فيها قدر من العنف بين المواطنين. تبقى مؤسساتها مش قادرة تأدي بفاعلية. الدول بتفشل كده. فإحنا من خلال إن أنت بتشتبكي مباشرة مع المفهوم ده وبتوضحي الجهود الدولة اللي بتعملها سواء على المستوى القصير أو على المستوى الطويل. فدي الحقيقة رسالة مهمة، وبتنقل الدولة نقلة نوعية، نقلة للاشتباك مع الأفكار اللي الخصوم والمنافسين من الجماعات الإرهابية والمتطرفة بيبسوها، وبتبلور عند الشاب مجموعة من الأفكار والمبادئ اللي تخليه قادر يعرف الدولة فين والمحيط اللي حوالينا فين. الحاجة التانية فكرة إن المؤتمر ده بدأ يربط الحاضر بالمستقبل. بدأنا نتكلم مش بس على القضايا اللي بتشغل بال المواطن بصورة يومية، لكن على رؤية الشباب ل 2030. فبالتالي انت كده بتعملي جسر بين الماضي، ممثل في قاعدة محمد نجيب اللي تم افتتاحها، صحيح، واللي اعادت الاعتبار العسكري لمحمد نجيب،
وبتعملي ربط بالحاضر الحالي اللي هو متمثل في المشروعات القوميه اللي بيتم تنفيذها. طب واحنا عايزين ايه في المستقبل؟ الرساله اعمق واشمل هي رساله تحديث شباب الدوله المصريه. لو احنا بنشوف مودي في الهند مثلا او ماكرون في فرنسا، الناس دي كلها بتتكلم على ازاي نحدد شباب الدوله والدوله تبقى متقدمه. احنا في مصر بنعمل نفس الشيء، بس بنعمل نفس الشيء بقوه الشباب اللي هو بيمثل غالبيه سكان الشعب المصري.